بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت كان فيديو بسيط جدا، دقيقتين، كل اللي فيه ان كنت بشرح لك ايه الفروم والران والسي ام دي. تمام، عاوزين نخش في الموضوع بشكل جدي شوية، اللي هو ازاي بكل بساطة ايه اللي بيحصل عشان الموضوع ده كله يتم. انا عاوز اعرف ايه اللي بيحصل، الدنيا ماشيه ازاي، وايه اللي بيحصل اما بحط الفروم والران والسي ام دي. بصوا، عشان اخليك يعني اخلي الموضوع قريب من ايه، من اللي انتوا شغالين عليه. حضرتك لو انت ما عندكش جوجل كروم خالص، تخيل ما عندكش جوجل كروم او ما عندكش فايرفوكس، اي براوزر مثلا، وعاوز تعمل له انستول، تعمل ايه؟ بصوا معايا، اول حاجه بتعمل انستول الاوبريتنج سيستم. بيبقى عندك اوبريتنج سيستم ويندوز، لينوكس، ايا كان. تمام. بعد كده بتقول له ايه، ستارت اب براوزر، بتروح تفتح اي براوزر تاني، وليكن الايه، انترنت اكسبلورر، اوبرا، اي براوزر يكون عندك، لانك انت عاوز ايه، انت عاوز تنزل جوجل كروم او فايرفوكس. اذا انت عندك متصفح تاني هتخش عليه، واكيد لو ما عندكش ولا متصفح فعندك الانترنت اكسبلورر، ده بيكون ديفولت على اي اوبريتنج سيستم بينزل. انا بتكلم في حاجات طبيعيه بتحصل معاك، بيكون عندك الاوبريتنج سيستم، بعد كده بتفتح الديفولت ايه، براوزر، البراوزر اللي عندك الديفولت، عشان لو حد قال لي ما عنديش اي براوزر، عندك بينزل مع ايه، اوبريتنج سيستم بينزل معاها دايما انترنت اكسبلورر، فتفتحه. تمام، بعد كده بتعمل ايه، بعد كده بعد الستارت بت ايه، طبعا المفروض الخطوه ديت مش معانا، تمام، سيبك من الخطوه ديت. بعد ما بتعمل ستارت اب للبراوزر، تمام، بتروح على ايه، على جوجل. انا اسف، الخطوه ديت ايه، زياده، جميل، اهو، خلي دي ايه، دي اهي، حلو. بعد ما اعمل ستارت اب للبراوزر، يعني بعد ما افتح البراوزر بتاعي، بروح على ايه، على جوجل دوت كوم، بروح على جوجل واكتب ايه، اسم البراوزر بتاعي، عشان ايه، عشان انزل. بعد كده بعمل له داونلود، بعد ما اعمل له داونلود بروح افتح الفولدر اللي نزل فيه. بعد ما افتح الفولدر بعمل ايه، بروح ارن الانستولر، بعمل له ران عشان ايه، اعمل له انستول عندي على الاوبريتنج سيستم بتاعي. واخيرا بعمل ايه، اخيرا بروح عامل اوبن للبراوزر، وكده انا ايه، كده انا وصلت للي انا عاوزه. اذا ديت اللايف سايكل اللي بتمشي عليها لو انت عاوز تنزل اي حاجه اصلا، مش لازم براوزر جوجل او فايرفوكس، بس انا بديك مثال بسيط. نفس الفكره، بص بقى، ايه اللي احنا قلناه ده هنطبق عليه ده. اول حاجه فروم الباين، ايه هي الالباين؟ الالباين انت دلوقتي المفروض انت بتعمل ران لفايل دوكر، اذا ايه الالباين ديت، ممكن تقول انها بتحل محل انها بتعمل ايه، لاير للايه، للاوبريتنج سيستم. اذا اللي هي شكلها ازرق ديت، انستول اوبريتنج سيستم، اللي بتعمل بيها او اللي زيها عندك في الدوكر اللي هي فروم الباين، وقلنا ديت البيز ايمج بتاعت الايه، الدوكر دي اللاير اللي ممكن تكون بتحل محل الاوبريتنج سيستم. واضحه؟ اظن ما فيهاش مشاكل. حلو، نيجي بعد كده تاني حاجة اللي هي run apk at dash dash update redis. عارفين الخطوات اللي هي بالايه، بالاورنج ديت، ديت الخطوات اللي احنا عملناها عشان نعمل ايه، عشان نحضر لجوجل ايه، كروم، عشان ينزل ونعمل له انستول. اذا ديت الكوماندز اللي حصل لها، اللي انا نفذتها، او الخطوات او الستبس اللي انا نفذتها عشان ايه، اقدر اوصل لاخر خطوة. اذا ديت اللي هي run apk add dash update redis، بيعمل انستول للبروجرام عشان يبدا ايه، ينزله، عشان في الاخر ايه، ارنه. شايفين الخطوات ديت اهي، ستارت براوزر، وبعدين نروح على جوجل، داونلود انستولر، اوبن فولدر، وبعدين run انستولر. اذا الخطوات دي كلها المسؤوله عنها ايه، ال apk add dash dash update redis. تمام، واحد يقول لي انت كنت قايل لنا هتقول لنا يعني ايه ABK. الـ ABK ديت فايدتها ايه؟ انت كنت قايل لنا في فيديو قبل كده انك هتقول لنا الفايده بتاعتها ايه؟ حلو، سؤال ايه كويس
وانا شايف ان الناس ايه فاكره الاي بي كي ديت اختصار لاباتشي يعني ايه اختصار لاباتشي باكج. اباتشي باكج ديت دي حاجه بتقدر تمانج كل حاجه انت هتعمل لها ايه انستول عشان تحضر للايه للكوماند بتاعك. اذا الاي بي كي ده اختصار لاباتشي باكج تمام، وديت مسؤوله انها تمانج كل الانستول اللي انت ايه اللي انت هتنزله، لان احنا قلنا اللاين ده هو مختص بانك ايه تنزل وتعمل وتفتح وتعمل كل حاجه. اي انستول انت هتجهزه عشان بعد كده ينزل ويعمل اوبن واشتغل عليه دي خاصه بالايه باللاين ده. في الاخر السي ام دي وده اللي هو ايه بفتح البراوزر بتاعي. اذا الدياجرام ده يوضح لي الدنيا بتاعتي ماشيه ازاي من غير اي صعوبه. اظن الموضوع سهل، اظن الموضوع ما فيهوش اي صعوبه، اظن يعني كده ما فيش يعني حاجه صعبه. جربت لك على حاجه انت بتشغلها عندك على الاوبريتنج سيستم بتاعك العادي مع الايه مع اللاينز ديت. تمام تمام، اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه ومش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينك الانتهت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.